لا تحرمنا يا مولانا أبدا ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، فقهنا اللهم في سنته وارزقنا العمل بها، أمن علينا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ألقاكم في برنامجكم الأسرة المسلمة، وسنعيش ساعة بإذن الله في رحاب الأسرة المسلمة التي تعلن كل يوم، بل قولوا في كل حين، نسمع الأسرة المسلمة وهي تدعو الله عز وجل أن يمن على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان وبالسلم والسلام. نسمع دعاء كل أفراد الأسرة وهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى صباح مساء أن يعيد لمصر الحبيبة أمنها وأمانها وخيرها وازدهارها، وأصبح ذلك الأمن أملا غاليا عند الجميع. أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، وإن كنا نتحدث هذه الليلة فيما يجري في بلادنا بعد 7 حلقات متواليات في الأسرة المسلمة وقضاياها وما يتعلق بالذات بأمور أخواتنا وبناتنا المطلقات على النحو الذي قدمته وتابعتموه، اسمحوا لنا في هذه الليلة أن نوجه نداء لأهل مصر وأن ندلي بدلونا بوقت يسير مقارنة بما يقدمه إخواننا على شاشات الفضائيات، والله يعلم أنه نداء خالص لوجه الله تبارك وتعالى. وفي البداية اسمحوا لي أن أذكركم بأمر مهم. ثورة 25 من يناير عام 2011 كانت منحة من رب العالمين تبارك وتعالى، وكانت إدارة ربانية وصنعة ربانية في كل أمورها وفي كل مراحلها. ولعلكم تابعتم وشاهدتم بأنفسكم، فالأمر ليس مجرد رأي اتفق عليه أبناؤنا من شباب مصر على الإنترنت أو على الفيسبوك أو ما يشابه. الأمر لم يكن كذلك فقط، عندما اتفقوا وخرجوا إلى الميدان سمعناهم في البداية يحددون مطالبهم، لم يكن من بينها أن يسقطوا النظام أو أن يقولوا للنظام ارحل. ثم شاء ربنا تبارك وتعالى أن يزود أبناءنا المتجمهرين في الميدان، أن يزودهم برجال كرام من مختلف الأعمار،
بل وأن يتجه إلى الميدان كذلك فتيات كريمات ونسوة محترمات. وإذا بالثورة تأخذ طريقا أكبر من الطريق الذي بدأت به مسيرتها الغراء، وإذا بسقف المطالب يرتفع ووصل إلى ذروته، فنادى المتجمهرون بإسقاط النظام. ذلك لأن الله عز وجل أيد الشباب بالشيوخ وأيدهم بالعلماء الثقات وأيدهم بأبناء مصر جميعا في كل ميادين المجتمع وفي كل المحافظات. خرج المصريون في مشهد تاريخي ما أظنه قد حدث من قبل، لينادوا جميعا نداء واحدا وليطالبوا بالعزة والحرية والكرامة، ثم أعلنوها صريحة وبقوة، أعلنوها للنظام: ارحل. فرحل بأمر الله، رحل النظام بأمر الله تبارك وتعالى. وكان يمكن أن تتخذ الأمور اتجاها آخر، أعاذنا الله وإياكم، لكن الله تبارك وتعالى من فضله بعد أن وفر للمتجمهرين من يشد من أزرهم ومن يداوي مرضاهم ومن يطعم جوعاهم في الميدان ومن يأخذ بأيديهم وينصح لهم، بعد أن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة واشتعلت الثورة في كل ربوع الوطن، بعد ذلك كله رحل النظام بإذن الله تبارك وتعالى، وسقط في 18 يوما من فضل الله، وسقط مع رأس الدولة، سقط المفسدون في الأرض الذين قهروا شعبهم ونهبوا أمواله وسرقوه في وضح النهار. شاء الله من فضله وكرمه أن يضعهم خلف الأسوار. إذا ما نظرتم إلى ذلك ونظرتم إلى غيرنا من الدول العربية المجاورة سترون الفرق شاسعا بين ما جرى هنا وما جرى هناك. وقلت وناديت كثيرا، قلت: يا أهل مصر، احمدوا الله عز وجل واشكروه، احمدوا الله، احمدوا الله الذي صان وحقن دماءكم وخلصكم من أعدائكم وجند الجيش ليكون حارسا أمينا على كل أرواح المصريين. وهذه واحدة من أعظم النعم التي أكرمنا الله بها حينما أخذ بناصية الجيش قيادة وجنودا وجعلهم سببا في صيانة الدماء وفي حقن دماء المصريين على أرض هذا الوطن. من أراد أن يعرف حجم فضل الله تبارك وتعالى علينا فلينظر فيما حوله وفي من حوله.
ستعرفون جميعا حينها كم من الله علينا وكم أكرمنا. ولذلك كان المنتظر من هذا الشعب المبارك أن يعلن الحمد لله وأن يثني على الله وأن يشكر ربه الكريم شكرا عمليا. كيف يكون الشكر العملي؟ أعني بالشكر العملي أيها السادة الكرام أن نعود إلى الله عز وجل مسرعين شاكرين له عظيم ما أنعم به علينا، والعودة المحمودة المباركة تتمثل في عودتنا إلى شريعة ربنا التي تتمثل في الرافدين العظيمين الجليلين القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها صلوات الله وسلامه. قلت في نفسي في ذلك الوقت سيعود المسلمون إلى ربهم مسبحين بحمده شاكرين له ما تفضل به عليهم، وكان لدي عظيم أمل أن نعلن ذلك صراحة برضه أو بأسلوب عملي. ستسألون كيف يكون الأسلوب العملي شكرا لله تبارك وتعالى؟ أقول وقلت ذلك مرة وأكثر على شاشة الرحمة، لكن الأمر يتطلب أن أذكر إخواني الأعزاء. قلت الشكر العملي والعودة العملية، أن نسارع بإعلان الرضا عن الشريعة الإسلامية، وأن نسرع بالعودة إليها والاحتكام إليها، وأن يسرع المختصون من أهل الشريعة والدستور والقانون، أن يسرع هؤلاء وهؤلاء بكتابة الدستور وبتقنين الشريعة أو كتابة القوانين التي نحتكم إليها على أساس واضح من شرع الله تبارك وتعالى. كان تفاؤلي عظيما وأنا أفكر في هذا الأمر وأرى فضل الله تبارك وتعالى علينا وقد شملنا جميعا. كنت متفائلا ولازلت، لكن الذي لم أتوقعه أبدا أن تلقى الشريعة عند إعداد الدستور أن تلقى ما لاقت، وأن يلقى إخواننا المتحدثون باسمها أن يلقوا من العنت والتعنت ما لاقوا. المادة الثانية بشق الأنفس. طيب اجعلوا المادة 219 إلى جوار المادة الثانية لأنها أقرب المواد إليها وهي المكملة لها. حتى هذه والله لاقت من العناد
والتعنت ما لاقت. وعندما يقترح أحدهم لمادة ما بما لا يتعارض مع شريعة الإسلام تظهر المعارضة وبقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت أتمنى من كل التيارات أن تكون سندا لكل ما يتصل بالشريعة الغراء. نعم نعم، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يتحقق لنا الخير الذي نتمنى في كل ميادين الحياة إلا بالعودة إليها والاحتكام إليها. ولذلك أقول للذين لا يعجبهم الدستور، أقول بأمانة وأنا ألتمس لهم أعذارا، وأنا أقر بأنه لديهم ما يبرر اعتراضهم، أقول برغم ذلك كله احمدوا الله، احمدوا الله الذي أكرم إخواننا ووفقهم لهذا الحد الأقصى مما يمكن الوصول إليه. نعم كنا نتمنى جميعا على اختلاف انتماءاتنا، كنا نتمنى أن يلبي لدينا كل احتياجاتنا وكل مطالبنا، كنا نتمنى ذلك. لكن وكما قال الشاعر: ما كل يتمنى المرء يدركه. عندما نقول هذا فنحن نقدر في ذات الوقت الجهود الكريمة التي بذلها كل المجتمعين، نقدر لهم جهودهم، وقد تابعناهم وتابعنا العناء والمجادلة والسهر، نقدر لهم جهودهم ونشكر كل الذين أخلصوا لشريعة الله تبارك وتعالى وكانوا يتمنون ولا شك أن تمثل شريعة ربنا صلب التشريع الدستوري وأن يكون لها وجود ظاهر في كل مادة، نقدر للجميع ذلك. وسامح الله من تعنت مع الشرع الحنيف، الأمر ليس تعنتا في مادة، إنما هو تعنت مع مستقبل هذه الدولة. نعم، لكن الذي يخفف من وطأة الأمر على نفوسنا أن مادة في مواد الدستور تسمح بتغيير وتعديل أي مادة عندما يجمع خمس مجلس الشعب على ضرورة تعديل هذه المادة. إذن الأمل قائم إن شاء الله فيما تم التحفظ عليه من مواد لا تتجاوب مع متطلبات المستقبل ولا تتناسب مع
مع طموحات المحبين لبلدهم العزيز. وكأني أتمثل بالعبارة التي تقول: ليس في الإمكان أحسن مما كان أو أبدع مما كان. أمهد بذلك أحبتي في الله ولوجه الله، أمهد بذلك وأنا أقول للأعزاء جميعا رحمة بالبلد ورحمة بالمواطنين المقيمين على أرضها، ورحمة بمن قدموا أبناءهم شهداء في سبيل الله، ورحمة بالمساكين، بالمساكين الذين يفترشون الطرقات الآن من أصحاب الحرف ولا يجدون عملا، والله أعلم كيف يبيت هؤلاء وكيف يلتقون بأبنائهم في المساء وأبناؤهم ينتظرون الطعام وينتظرون الحاجة، وأبوهم يعود إليهم في آخر النهار لا يجد ما يقدمه لهم. أقول ذلك لمن يريدون أن يشعلوا نار الفتنة، لمن يريدون لهذا البلد مزيدا من التدهور والضعف والتراجع، لهذه القلة العابثة التي لا تتقي الله تبارك وتعالى في البلد. البلد ليس بلدكم وحدكم، لا، من حق كل مصري مخلص على أرض هذا الوطن، من حقه أن يقول لكم: لا تعبثوا بمصير بلدكم وبلدنا العزيز، الأمر يتعلق بمستقبل مصر الحبيبة، فاتقوا الله، اتقوا الله يا من تحركون الشر في هذه البلاد. عرفناكم، عرفناكم وانكشف أمركم، إني أراكم من الذين قال الله عز وجل فيهم وهو يصور كيف ردت قريش على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عندما قالوا، أي قالت قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. سأعود إلى الآية بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، نصر عزيز مقتدر، وكل شيء عنده بمقدار وميعاد. وعايز أقول الكلمة السواء هي: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يحب الله ورسوله. وأنت أخي فتح الله عليك فتوح العارفين وجعلك من أولي الألباب وجعلك اسما على مسمى بفضل الله.
عندي سؤال بس عايز اقول حاجه قبلها. فضل. توفيقا توفيقا آل حسان الطيبين الانقياء الاصفياء بفضل الله بفضل الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد حسان وحفظك وتقبل منك ورزقك الصحة والعافية وبارك في عمرك. أدعو الله عز وجل أن تكون ذلك الجسر الذي يعبر عليه إلى الجنة وتكون إمام العابرين عليه إلى الجنة. اللهم ارزقني وإياك والمتقين شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربي ممن تأذن لهم بالشفاعة وترضى لهم قوله. وأقول لكل محب الشيخ، هو يدعو لكم وللمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها بالخير والشفاء والهداية، وكل بمسألة عن ظهر غيب فقط وخوفا على فضيلته. لا تتروه كما أطرت النصارى واليهود أبناءهم، ولا تقسموا ظهر الرجل إن كنتم تحبوه حقا. وسلام خاص لذلك الرجل الطيب المضيء المنير أخي محمود حسان، أحسن الله إليكم جميعا ورزقكم الحسن والإحسان في كل الاتجاهات، وتقبل منا جميعا. وأنا أشرف وأسعد بأن أكون أم الطيبين في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومعلوم بالضرورة أن الأم تسعد عندما ترى أبنائها أفضل منها، فقط عليها التوجيه والإرشاد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقول السؤال ولا كفاية كده؟ أقول في حلقة تانية يعني؟ أوجزي يرحمك الله. لا هي هو لا هو طويل، خليني في حلقة تانية أحسن. ماشي على بركة الله كما ترين. نشكر الحق سناء. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. حي الله شيخنا المبارك، أسأل الله أن يطيل في عمرك وأن ينفعنا بعلمك. والله لقد دعوت إلى خير ما يدعى إليه، تعالوا إلى كلمة سواء. أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يحدثوا فوضى وبلبلة في البلد، أقول لهم اتقوا الله وتعالوا إلى كلمة سواء، فإن الذي يدفع ثمن ما تفعلون 80% من الشعب المصري الفقراء والبسطاء والفلاحين وأصحاب الحرف، لا يرضون عن هذه الأفعال التي لا يرضاها الله، التي لا تمس للإسلام بصلة ولا تمس بعراقة شعب مصر بصلة. أسأل الله أن يهديكم وأن يبصركم بعيوبكم أيها المغرر بهم. توبوا إلى الله ولا تفعلوا ما تفعلون، فهذا عبث ستدفعوا ثمنه مع الشعب المصري. أسأل الله أن يهديكم وألا تفعلوا ما تفعلون. ثم شيخي، والله يعني لا أستطيع أن أعبر عما أجده بداخلي، ولكن هذا يكفي، وأسألك الدعاء لوالدي، فقد أجرى 3 عمليات جراحية، فأسأل الله أن يشفيه، وأسألك الدعاء ليؤمن المشاهدين. وجزى الله أهل الرحمة خيرا جزاء، على رأسهم شيخنا الشيخ حسان، وجزى الله كل من يسعى إلى الخير خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نسأل الله عز وجل أن يشفي أباك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين من فضله وكرمه، هو ولي ذلك القادر عليه. ولعلكم أيها السادة الكرام تتابعون المتصلين وترون أنهم يحملون ما نحمل من الألم والحزن لما يجري في بلدنا. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الأعزاء، سأعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله، نلقاكم على خير بإذن الله. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله.